فندق يعني؟ ايه عجيب صدقين، يعني شوف اللوبي ملاح الصوب عندهم، عندهم شغلات خوب، بس كل هذا ترى شايف انا بالنت، بس شفت اللوبي قلت تحجز خلاص. بس الفندق وايد حلو، وايد حلو. حلو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش أدل. تشابهها حيل ها؟ توديني كونسرت أدل. اي أدل راح تغني هني. لا تقصد المغربيات تغني تحت الباب. خل اشوفه. اقول لك حاجز غرفة صغيرة. على قدنا صغيره، هو يبين من صدق انه غالي ترى، فيعني زين انه غرفه. غرفه على قد الحال. عجبتك المكان؟ المكان ينن. ليش تكس علي وتقول انك ماخذ غرفه صغيره؟ يعني بعد بدلك من عندي غيرك. المكان يعقد حمد. عاجبك؟ الله احلف هذه غرفتي. حلوه الغرفه ها؟ حبيبي وحاط لي ورد بعد. انت اللي قايل لهم قول الصدق. يعني من بيقول لهم غيري؟ في احد بيقول؟ زين انت قول، منو اللي علمك على الورد؟ منو علمني على الورد غير الورد؟ وبعد؟ يا ورد، وبعدين ليش قاعده هني؟ لأن كان البانيو ينن، تكفى، بيتكم فيه بانيو كذي؟ يلا، هني، تسوي هذا بعد. ايوه ما عندنا، ما عندنا، عندنا هذا شو اسمه حوض اللي توقفين بس بانيو فوق. زين وين بتطلعني؟ وين اطلعك؟ ماكو طلع يبا اليوم، اول يوم كانوا واصلين. حمد، انا مو مسافرة علشان اقعد. بنطلع، امسك الورد، تفضل، انا اروح اخذ لي تور، انت على ما شنو؟ شوف لنا مكان. ماكو طلع مسكني شوي. طالعه كامل يبا. انا حاجز غرفه، هذه غرفه للقعده مو للطلعه. حمد راح تقعدين. هاك 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 تفضل. اليوم اقعد هني هني، مكان بانيو حلو، اقعد شوف لنا اماكن نروح. تفضل يبا. من صدق اقعد اقرا مجله ولا؟ اليوم ماكو طلعه، طلعه ماكو. صدق ان احنا مع بعض. يا معودة انا ما صدقت ان تزوجنا، ما بغينا. اقول لك الصدق، جتني ايام يأست خلاص، قلت صدق الله ما كاتب بينكم. لا بس ليش، والحمد لله تزوجنا وغصبا على عيون الحساد هم. يا عم صرنا حق بعض. قطيعه ما بغينا. الحمد لله. يا معودة انا متوهق في المستشفى، قعدت افكر يعني قلت عسى ما سالفه الحادث هذه يدبسوني فيها 16 سجن ولا اتوهق، كان ما تزوجنا صدق عاد للحين. هذا اقول لك الصراحه، الصراحه شوفي يعني كان دورت حبل. بس كان لا اي بس خلاص. لا يعني كان صدق بعد خلاص 6 أشهر وانطر. اي صح الله يعينك. لا صعب. لا تعبت. صعب انا كان وراء القضبان الحين تعبت نفسيا نار. بس اشوي اشوي عدت. يعني كان نظرتك وايد ويأستك. لا لا اشوي لا اشوي. زين المطر هذا يعني تلاقيه راح يزيد علينا، راح يركضنا بعد شوي ولا راح يخلينا كذي الجو رومانسي وحلو؟ يقولون خير. شنو قاعد تفكرين؟ بالسعادة اللي أنا فيها. أقول لي متى راح تدوم؟ ليش؟ ليش قاعد توسوسين يعني؟ قاعد تفكرين كذي؟ ما كنت إنسان يظل طول عمره سعيد. ولا كنت إنسان يتم طول عمره تعيس. أقول لك شنو أكبر مخاوفي؟ شنو؟ أخاف أكبر وأصير مثل أمي. ما عندي استقرار بحياتي. أتم مركض وراء هالدنيا وهم ما أشبع. وأكثر شيء محسسني بالذنب الحين أني أدري أني خليت أمي بوقتها هي وايد محتاجتني فيه. تعالي يا ترى أنتي ما قصرتي وياها،
كنتي معاها بأي وقت هي تحتاجك فيه، مع العلم ان انتي يوم كنتي تحتاجينها كانت مو موجودة. بعدين لا تلومين نفسك وايد، ترى 24 ساعة تفكرين وتوسوسين وكلها لايمة روحك، مو زين لك، عيشي حياتك عادي. ها يا بنية ايش فيك؟ كذي خوافة طلعت مو مرة حلات وهالسوالف، انت اخذك ذي رفع رايحة والدة فيك بس كافي. حرام عليك ترى صدق اللعبة تخوف. وين تخوف؟ كل اللي بالموضوع انك تشوفين المنظر من فوق، وبعدين في سيفتي ولا طحتي لا سمح الله تحتك ماي. ادري بس تدري عاد لو تبيني اركب لعبة مرة ثانية ما راح اقول لك لا. تدرين عاد ان لو بنركب مرة ثانية ما راح تركبين؟ ليش؟ احنا قاعد تشذبين. لا مو كذابة انت اللي انزين بنزل اكل انا، يلا تاكلين وياي؟ لا انت روح انا بريح عشان بعدين نقدر نطلع. ما تبي تغدين؟ اكيد. اكيد. ها اي خلاص باي باي تيك كير. يلا باي باي. ما تبين الحين ليش تصحين احطه بيدي؟ لا شوي كم سالفه. لا مو بشي، روح اذا روح انا نقنقين ما تبي زين ترى ما اقدر انساك انا. والله صار روحي بروح راس عور ريحه. ما اقدر اجيب صحن وياي. خلاص يلا ريحي ريحي. يلا اذا تبين شيء كلمي. ادق عليك. لو سمحتي وين الحمام؟ آخر شيء على اليسار. كي شكرا. مرحبا. ممكن طاولة؟ أوكي. تمام. Thank you.
اذا محتاجه الطاوله تفضلي عادي، انا ما احتاج كل الطاوله، تفضلي استريحي. لا مشكور. استريحي عادي، انا هالجنب وانتي راح يدور. تفضلي. اوكي. فيك اختي يا سماشر. ايش صاير عاد؟ ايش فيك؟ ثلاثة أيام صامل. هذا اليوم الرابع حقي هي. أنا مفروض أمس ماشية، بس ما أدري وين أروح، ما عندي فلوس وبطاقات البنك معه، ما أدري شو أسوي. تسعين أختي، ما حاولتي تكلمين الفندق يسألون عنه ولا شيء؟ ما أدري، خفت اشيك عليه لان الحجز باسمه. بس هم بعد ما يصير اختي الله يهداك لازم تسالين عنه، تعرفين شو الموضوع؟ ما ادري، بس اكيد هو رد الديره. شلون يعني رجع وخلاك؟ إن شاء الله بيلقى حد هدي ما لي لمس. ما هذا؟ شوفي يا عدالي، أنا ما أحب أحد يحسسني إن أنا كذاب. أنا ما قلت كذاب، بس كلامك مو عاجبني. هذا اللي صار، هذا الموضوع، شو أسوي لك يعني؟ شنو اللي شو تسوي لي أحمد؟ كل اللي صار غلط، من البداية غلط، واحدة تدش المطعم أنت ما تعرفها، أنت شكوا فيها ما عندها طاولة تعزمها على طاولتك. لا تختصرين الموضوع على كيف تشيلين اللي تبينه وتحطين اللي ما تبينه. يبا البنية قاعد أقول لك شفتها بالأسانسير وكانت قاعد تبكي. أنت شكوا فيها تبكي تضحك، أنت إيش عليك؟ حلال مشاكل أنت؟ يبا مو حلال مشاكل، البنية من شفتها بالأسانسير مبين عليها بنديرتي قاعد تبكي عادة وأمشي. إي لازم بنديرتك، لازم أنت تطلع فيها الشهم الغيور، لازم تفزع لها، لازم توقف معاها. حلو، طنزي طنزي.
بس لو يصير نفس الموقف هذا مره ثانيه ما راح اخليها اكيد بنت ديرتي. هذا في حال اذا شفتها في هوشه، احد مضايقها، احد تحرش فيها، بس مو بروحها قاعد تمشي وتبكي. حمد ايش فيك مينو؟ يبا البنيه ما بكت مني والدرب، اكيد في احد مضايقها ومتحرش فيها. ايش فيك؟ تم باجي اهلها. انت شكو؟ انت شكو تروح تعرف منو اللي متحرش فيها ولا منو اللي مضايقها؟ حمد لا تجنني. لا والمصيبه حقها على الطاوله. يلا تحكي تكلمي، انا بسمعك وبطبطب عليك. الحمد لله داليا كسرت خاطري البنيه، ضايلها الاول هذا هني ورد الديره. تخيل انا خليك هني ورد. ها ها لا تقارني بغيري حمد، انت تدري ان الكلمه هذه تستفزني. انا ما لي شغل فيها البنيه، كيف الله يستر عليها. بس ليش ما تقول هي غلط؟ ليش رايلها؟ يمكن هي اللي مسويه شيء والحاش. وانت ليش تشكين فيها؟ ترى رايلها مو اول مره يسوي فيها نفس السالفه. نعم وانت بعد ايش دراك؟ ايش عرفك فيها؟ انت شلون مصدقها؟ في تعرفها من زمان؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انت شنية الشينة، انت لين متى تحسين بغيرك؟ بغيطيها الغيرة اللي ما لها داعي، ها حسي فيها عاد. انت قاعد تصارخ علي علشانها؟ لأن ردة فعلك غلط، ردة فعلك غلط، البنية طايحة بمشكلة وانت حاطة بالك انها رسلت لها وراي بنات. حمد انا ما قلت هالكلام، لو سمحت ولا تصارخ. اسمعي داليا، انا بروح اضبط حجز البنية واسوي لها تشيك اوت عشان ترد ديرها. نعم قول بعد بتعطيها مصروف. والله عاد اللي اقدر عليه بسوي. حمد حمد لما اكلمك توقف رد علي لو سمحت. حمد حمد مالك شغل فيها قاعد احاجي. حمد أنا آسفة وايد، يمكن سببت لك مشاكل مع زوجتك. لا عادي حصل خير، تفضلي خلينا نمشي نعد الحجز.
check out. You need to check room. Checking out. Which yeah. room it is? Three nine double one. Yeah. How's your stay? خلي نشوف في سيارة اسكيزني سيارة من سيارة زين تعال ان شاء الله لحق على مكتب السفريات شو نسوي؟ ان شاء الله يا رب. أنا ما أعرف شلون أشكرك. أنت وقفت معاي وقفة أخو. جزاك الله خير. لا عادي أختي جدا وما سوينا شيء. لو خليت خربت. سبت ريلي أنا خسرت ثقتي بكل الرجال. بس لولاك أنت أنا ما أدري إيش كنت راح أسوي. ديري بالك على نفسك. وبصراحة أختي ريل نفس ريلك هذا ما يفيدك. بس المشكلة أهلي يمكن ما يرضون بموضوع الطلاق. أكيد راح يوقفون معاه ضدي. ايش اقول لك بعد؟ الله يكون بعونك، مالك الا الله بعد. بعدين يعني مالك الا القانون، اذا اهلك ما يبي يساعدونك. كذي رايك؟ بصراحه ما اقدر اقول لك انه كذي رايي ولا لا، انا قلتها راي عام يعني. بس انت ترى حياتك المفروض انت اللي تديرينها وترتبينها. زين اقدر اخذ رقمك عشان اذا ابي. سامحيني يا اختي. انا كان ودي اقدر اساعدك اكثر من كذي بس هذا الحد اللي لازم اوقف عنده احتراما حق زوجتي. صح كلامك مشكور وايد ما قصرت سلم على مرتك وقول لها تبخرك عن العين مشكورة ويلا لا تأخرين على طيارتك السيارة حطوا فيها الجنطة وكل شيء مع السلامة درب السلامة Yeah.
دالين وين كنتي؟ وين كنتي؟ كنت بغير تذكرتي، خلاص ابي ارجع الكويت. جابلت الموظف، كل ما قال لي شيء اقول له لا غير الرحله غير الوقت، ما عجبني غير الطيران، ادور العذاريب من تحت الارض. ليش تسالني ليش بعد؟ هاتني بغرفتي حمد، طالع ورا وحده انت مو ملزم فيها، فضلت تزعلي عليها. انا فضلت اسوي الصعب علي على غيره ما لها داعي. غيرتي الحين ما لها داعي؟ هي غيره مينونه وما لها داعي، لان انا قاعد اسوي خير مع وحده، وكنت راح اسوي هالشيء لو مع ريال شايب او ياهل مينون صاحي، وانت المفروض تشجعيني مو انك تشكين فيني. حمد شلون تبيني اشجعك ان شاء الله وانت تطلع مع وحده انا ما اعرفها تروح وترجع؟ اوكي المبدا ان انت قاعد تساعدها، بس ما يصير ما يصير. وليش ما قلتي لي بي وياك؟ ريلي على ريلك كان على الاقل افتكينا من المشكله. تدرين عاد انا كنت ناطرش تقولينها لي، بس للاسف ما قلتيها. لا والله، يعني انت كنت بتوافق؟ ما راح اجاوب. لا رد. لا ما راح اجاوب. حمد جاوب. تدرين ليش ما راح اجاوبك؟ تدرين؟ لانك ما قلتي لي. ها. ايه؟ حاجة. ان شاء الله ينهديك الله. ما وقف المطر؟ لا للحين تحلب. تحكي علي باكر بعد بتمطر. اي ليش خايفة؟ شي احس راح علينا اليوم، الايام راح تروح. ايش فيك ضايق خلقك انت؟ هادي لا ضايق خلقك. وان شاء الله ما يوقف المطر، بس اهم شي انت تصيرين زينة عاد. يلا تخطي تخطي. هذا يمك ما تبي تكملينه؟ هني بخلي صوبك. مشكور. حلو حلو. حتى ما هني صوتك نامي نام ما تشوفيني. انا اسفه ان انا مريضه. لا يبيك خلقك انت شنو؟ قايل لك وخر الكآبة عنك. ها. حمد تكفى ولا اشرب؟ هذا اشرب بس.
انا مثلا مرض تدري شو يصير يعني؟ ليش إيه إيه والله راح ازعل. شوفي يا صخر. نبي احد يشيلنا. Yeah.